هون نعرف كلاس. فأول شيء عرفنا ميثود، ميثود عادية، هاي كيورد وهي اسم الاقتران، تأخذ two variables x و y، ممكن يكون anything string أو integer float. بعدين بتعيد، هون بدأت البادي وهي الفانكشن بادي، هون اللي في one statement بتعيد x plus y. هسا هون عرفنا class، class هي keyword، اسم الكلاس xxx، مقطتين بذات البادي، طبعا indentation، وعرفنا له نفس الفانكشن اللي هون، بس بتلاحظ حطينا بها self عشان الأوبجكت زي this أو mean basic. وهون بذات البادي للفانكشن، وهون بتعيد، يعني هاي الفانكشن inside the class وهاي الفانكشن عرفت outside the class. هسا هون خلقنا main، مش ضروري نخلق main بس عشان نرتب. فهاي المين my main، وحطينا متغيرين، هاي compound statement m و n. وبعدين استخدمنا direct function call اللي هي k تساوي fun mn، وعدنا لها mn فصارت هاي واحد، وهاي تساوي اثنين، ورجعنا واحد زائد اثنين صار ثلاث، هاي بدلناها بثلاث حطيناها بk، بعدين نريد k لازم نطبع ثلاث. هسه هون نفس الاشي، خلقنا object زي ما خلقنا متغير، بس طريقة الخلق تختلف، انه هون اسم الاوبجكت وبعدين تساوي ساين، وهون اكس اكس اسم الكلاس اللي اذا نخلق منها اوبجكت او instantiate an object. طبعا هون تلاحظ انها فاضية، فكي هسه تساوي indirect function call. اوكي، indirect function call يعني تختلف عن اللي قبل شوية فوق. استخدمنا dot operator، فهون لما نستدعي هاي الفانكشن بتروح على كلاس xxx، بدور فيها بلاقي الفانكشن، بعديلها x، بالاصل هي الام فصارت m تساوي x، فبدلنا القيم فصار ب x 3 1 وب y 2. هسه return x plus y، فهاي كلاس فانكشن راح تعيد 3. هسه الثلاث راح نبدلها محل جملة الاستدعاء هون، وبعدين بنحطها بالكي، بعدين نطبع ثلاث. اوكي، بتلاحظ انه هون احنا استدعينا بتو ارجمنت، هاي واحدة هاي ثنتين، بس الفانكشن نفسها فيها ثلاث، فهذول الوحدة والثنتين اللي هم هون، بس السيلف لازم نحطها عشان technically the object somehow he has to، يعني ال object انخلق خارج ال class، فبالتالي ال class ما بتعرفه، فبدك تعديلها العنوان somehow. فهاي الآلية اللي هم عاملينها زي هيك مجرد syntax. هسا نروح نعمل run module. اوكي، فبطلع عندنا هاي ثلاث وهاي ثلاث. اوكي، شكرا.